لا المفروض ان مكتوب عليها سوفت المفروض انها ناعمه. اي اكو انعم صح بس السوفت كافيه. اي بس احنا كثقافه عندنا ان الوسط او الخشن احسن. كنا قاعد واحد قاعد ينظف حيل كذي ترى الواحد يعتقد. ولا وهذا هذا يدي حق انحسار اللثه وغيره يعني. صح هذا من مشاكل اللثه ان لازم انه ما تدري. نعم صح صح اي نعم صح. لا والواحد حتى لو مستخدم فرشه ناعمه تلقى من يفرش حيل وهذا غلط. حركه بسيطه وتؤدي الغرض ان شاء الله. اياك الله.